السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، معكم سعيد الريامي، واليوم راح نتكلم عن الدرس الأول في تطبيق كيفية الاستفادة من 3ds Max من أجل الكومبوزيشن للأفتر إيفكتس. طبعا ممكن تستفسر أو تسأل عن الكومبوزيشن، معناته اللي هي عمليات التركيب النهائي للفيديو في أفتر إيفكت. طبعا قبل لا نبدأ في 3ds Max حبيت أوضح حاجة بسيطة. طبعا 3ds Max ما ضروري إن احنا راح نحترفه، فقط راح نأخذ المعلومات المهمة وهي الأساسيات التي تخص عمليات الفائدة منها، يعني في الأفتر إيفكتس فقط. وأيضا لهذا الدرس إن شاء الله راح يكون لقسمين. القسم الأول تنصيب أنظمة إضافية لل3ds Max للاستفادة منها في أفتر إيفكت. خلونا نبدأ نضيف نظامين، بعد ذلك نرجع لل3ds Max. النظام الأول اللي حبيت أتكلم عنه واللي راح ننصبه اليوم إن شاء الله اللي هو V-Ray. V-Ray الري معناته شعاع أو إضاءة أو قبس. طبعا V-Ray هذا مفيد للريندرينج، عمليات الريندر النهائية اللي موجودة في 3ds Max. يضيف قوة لبرنامج 3ds Max من ناحية الإضاءة ومن ناحية أيضا عمليات الريندر وأيضا أنواع الماتيريال أو المواد والألوان اللي راح يضيفها الـ V-Ray. أول شيء راح تحصل الرابط في الأسفل، بعد ما تنزله راح يكون بهذا الشكل. طبعا هذا مخصص لل 2012 و 13 فقط لل 64 بت، وأنا أعتذر لل 32 بت ما قدرت أحصل عليه، فيا ريت تبحثوا فيه عنه في التورنت. دبل كليك عليه. إذا كنت أنت منزل معانا ماكس 2013 اضغط على اكس 64 2013. بعد ما تقوم بتنصيبه راح نفتح الكراك، كراك أيضا ما دام نصبت 13 تفتح كراك 13 بعد التنصيب. راح نأخذ هذا الملفين، وين راح نوضعهم؟ راح نوضعهم في الملف الرئيسي الخاص بال 3ds Max ككل. نذهب إلى كمبيوتر سي، بعد ذلك Program Files، Autodesk 3ds Max 2013 أو 12، طبعا 13 نحن خصصنا لهذا اليوم. بعد ذلك راح تلصقهم هنا بالضبط، تعمل رايت كليك وتعمل بيست. طبعا في ملفين هم أنا خلاص نصبتهم اوريدي، اللي هو هذا الأول وأيضا الثاني راح يكون هذا V-Ray 2013 على حسب ما شفنا. بعد ما قمت بنسخهم والصاقهم في ذاك المكان راح ناخذ فقط السي جي دوت ديل، نعمل له كوبي ونلصقه في مكان اخر. راح نلصقه في تشوز جروب كمبيوتر سي بروجرام فايلز، وما نذهب الى الاوتو ديسك، نذهب الى تشوز جروب V-Ray، بعد ذلك RT4 3ds Max. دبل كليك، راح نحطه في الـ BIN أو البن، راح نحطه هنا ونعمل له بيست. مثل ما تلاحظوا أنا عامل له بيست هنا. بهذا الشكل السيستم صار معاك يشتغل 100%. إذا انتهينا نحن من الملف الأول اللي هو V-Ray والخاص بالرندر والماتيريال. نتجه الآن إلى القسم الثاني واللي هو إضافة ري فاير، وهو آخر. ري فاير فقط متخصص بالتكسير، بإمكانك تبني جدار وتقوم بتكسيره. بعد ما تقوم بفك الضغط عن ملف ري فاير تول V1.58، طبعا هذا الليتست أو الأخير، تختار السيستم الخاص بك 11 ولا 12 ولا 13. نحن خصصنا 13 اليوم، 64 بت، نعتذر لل 32 بت. 64 تعمل دبل كليك وتقوم بعملية التنصيب كالعادة. بعد ذلك تذهب إلى ملف الكراك وتأخذ أي واحد فيهم أنت قمت بالتنصيب، مثلا 2013، دبل كليك عليه، تعمل كوبي لهذا الملف. بعد ما تعمل كوبي راح ناخذه الى ملف البلاج انز الموجود في 3ds Max. نذهب الى ستارت كمبيوتر سي بروجرام فايلز
اوتو ديسك 3DS ماكس، هنا موجود ملف بلاج انز. طبعا لا تلخبط في بلاج سيف اف جي، بس البلاج انز دبل كليك بتلاحظ هني موجود عندك ري فاير اللي انت قمت بتنصيبه، دبل كليك عليه وتقوم بعمل رايت كليك وبيست. بهذا الشكل راح يعمل معك الري فاير والتكسير بشكل 100%. عدنا الآن إلى 3DS Max وإن شاء الله راح نتعلم بعض الأساسيات السريعة. طبعا مثل ما تلاحظوا عندنا أربع مساقط، المسقط العلوي والمسقط الأمامي والمسقط الجانبي وأيضا المشهد الواقعي. طبعا في المشهد الواقعي ممكن تلاحظ في جريد، بإمكانك تلاحظ هني في عندي التولز بهذا الشكل، وأيضا عندي هني الإعدادات الخاصة بالتولز. أول وحدة طبعا للصنع للكرييت، وثاني وحدة للإعدادات الخاصة اللي قمت بصنعها. نذهب للأول، بعد ذلك راح نختار الأيقونة الأولى اللي يسميها جيومتري. الجيومتري هذه خاصة بصنع بوكس، صندوق أو دائرة أو كرة أو سلندر أو ممكن تيوب. راح ناخذ البوكس، نعمل وان كليك ونعمل دراج ونعمل صنع مربع او مستطيل على حسب، بعد ذلك نترك الماوس ونرفع للاعلى او نعمل للماينس زي في الاسفل اللي يهمنا بلس زي للاعلى. بعد ما رسمنا هذا بامكانك تلاحظ هني عندي الكيوب، بامكاني امسكه من الوسط واعمل دوران واشاهد المنظر. طبعا مكتوب لك ليفت تضغط عليه، وايضا في توب راح نضغط على التوب او على الرايت او على الجانب، وايضا فيه دوران للمحور. كما ايضا نشاهد بعد ما صنعنا الصندوق في الاسفل في عندي البارامترز. بارامترز طبعا يحدد لك طول وعرض الصندوق وايضا ارتفاعه. وفي نفس الوقت لو اتجهنا الى الاعدادات الان نلاحظ عندي هنا الموديفاير، الموديفاير ليست نضغط عليها هني تقع البلية الكبرى أو الطامة الكبرى. ممكن تلاحظ أشياء كثيرة. راح نتعلم مبدئيا للإيديت بولي، ممكن تعمل إيديت بولي وان كليك للإيديت بولي. بعد ذلك في عندي أنواع للإيديت بولي، راح نختار الأولى اللي هي عبارة عن نقاط، ممكن تلاحظها أصبحت هنا. لو اخترنا هذه النقاط اللي على الجانب، بعد ذلك راح عندي ممكن أختار تغيير للموقع أو دوران. طبعا نختار التغيير للموقع، نأخذ هذا الجانب، بإمكاني أنا ممكن تلاحظ من جهة أخرى أطول الجانب هذا وقصره على حسب ما أنا أريد، أو ممكن أعمل له دوران حيث أنه راح يلتوي إلى شكل آخر. ممكن تلاحظ الشكل النهائي اللي صار بهذا الشكل. طبعا هذه الأمور نحن ما راح نتطرق إليها بشكل كبير، متوفرة بشكل كبير هذه الدروس موجودة. ممكن راح أختار لكم قناة مميز جدا باللغة العربية الفصحى قدمها أحد الأخوان، راح أعطيكم الرابط إن شاء الله قريبا، على أساس أنكم إذا تريدوا تتعلموا 3DS Max باحترافية. أنا بالذات في قناتي ما أريد أي أحد يأخذ 3DS باحترافية، فقط نريد نستفيد منه بشكل نهائي. نحن ناس مستعجلة شوي، والاستعجال مرات يكون طيب، وإن شاء الله استعجالنا يكون طيب. الآن راح أعلمكم طريقة التحريك. لو اتجهنا وعملنا أول شيء للتوب بسكرول بالماوس للخلف وللأعلى اللي هي عملية الزوم، راح أخذ بلين اللي هو سطحي وأرسمه. طبعا ممكن تلاحظ لونه هني، نختار اللون اي لون نحن نريد، نضغط اوكي يتغير لونه. بعد ذلك نرجع الى الفيو الاصلي الكاميرا او الشكل اللي نحن نريده او الموقع اللي نحن نريده. بعد ذلك نصنع صندوق بهذا الشكل، وايضا ناخذ سفير اللي هي كرة، ممكن يكون حجمها ضخم ممكن يكون صغير، بس نحن الغرض هذا الدرس راح نعملها بحجم صغير.
نعمل وان كليك عليها، رايت كليك على الماوس بعد ما نختارها، ونختار من هذه القائمة تحريك، دوران، تكبير أو تصغير، اختيار، وأيضا عندي إخفاء. راح نعمل تحريك وناخذ ونرفع. ممكن أنا أرفع من أي جهة أخرى موجودة عندي، أو ممكن آخذ يمين وشمال من أي جهة ثانية، ممكن تلاحظ خلف أو وراء أمام. راح نعمل الآن التحريك بعد ما نتأكد أن الزاوية صحيحة. نعمل التحريك الآن بالتسجيل. في عندي هني محرك، هذا المحرك أعمل له أوتو كي، يعني معناته أي حركة أنا أعملها لهذا المختار، لهذا الغرض الذي تم اختياره، أي تحريك راح يعطي تسجيل. نضيف مفتاح واحد، بعد ذلك بعد 15 فريم راح نخليه يتحرك ويخترق هذا الجدار. أضاف لي هو مفتاح آخر هنا، بإمكانك تشوف الحركة اللي تمت أو بإمكانك تشغيلها إذا أردت، وطبعا بعد ما يوصل المية يعيد التشغيل مرة أخرى. نعمل إيقاف، عودة للخلف. الآن راح نستفيد من ري فاير. طريقة عمل الري فاير، نضغط ستاندرد، هذه طبعا لابد يكون في الكرييت الدائرة، بعد ذلك ستاندرد، نذهب إلى الري فاير موجود هني، نضغط على الري فاير، يأتيني هنا صندوق مكتوب عليه ري فاير، أضغطه مرة أخرى، بعد ذلك يفتح لي هني السلكشن، نعمل اوبن ري فاير فلوتر. طبعا الفلوتر راح يظهر لك هني. في عندي دايناميك امباكت اوبجكت اللي هو راح تعمل له تفجير او تكسير. انا ممكن اقول هذا الصندوق، نعمل له وان كليك، نعمل له اد، بعد ذلك نختار له وش نريد، نريد الروك او نريد جلاس او نريد وش بالضبط. راح نختار هذه المرة جلاس. في الاسفل هني عندي ستاتيك اللي هو اللي ما راح يتفجر، عندي الكرة نعملها اد، وعندي ايضا الارضية نعملها اد. بهذا الشكل انا بلغت الري فاير انه يقوم بتكسير البوكس باي تأثير من الكرة او الارضية. نتجه الى الفيزيك، بعد ذلك هنا في الاسفل عندي ديموليشن. الديموليشن اللي هو التكسير بروبرتيز، في عندي هذه راح اعملها اون، بعد ذلك في عندي ايضا الفراجمنتس، كم عدد التكسير او القطع التي راح يتكسر منها، وايضا كم عدد القطع اللي راح تخرج من القطع المكسورة. بس نذهب الى الفيزيكس ونعمل تجربة تشغيل. بهذا الشكل تكسرت معانا القطع. إذا عملت ستوب معناته تم التسجيل النهائي، وإذا عملت بوز أو إيقاف لن يتم التسجيل، ولكن نحن نترك إلى 100 ونعمل ستوب. بهذا الشكل نلغي نغلق الريفاير، تم تسجيل عندنا كل الأحداث اللي تمت، وبإمكاننا نشاهدها من أي جانب آخر. طيب إذا أنت قمت تسجيل هذا راح يكون بهذه السرعة، لذلك بإمكانك تبطئة السرعة في حالة عملية الريندر. تتجه إلى هذه الساعة اللي نشوفها في الأسفل، نضغط عليها، بعد ذلك هنا نعمل البروبرتيز أو الكونفيجريشن الخاص بالتايمينج بالوقت، نضغط على كوستوم ونحوله إلى كم فريم، لأن هنا موجود عندي 100 فريم بالنسبة لي 30 فريم في الثانية، أي أن المقطع اللي في الأسفل 30 ثم 30 ثم 30، يعني حوالي 3 ثواني موجود في الأسفل. إذا حولناهم إلى 6 ثواني أو 7 ثواني حسب ما نريد، راح نحولهم إلى 120 على حسب الرياضيات، راح يكون معي 9 ثواني تكسير. راح نضغط أوكي. نتأكد طبعا الآن نعمل وان كليك، نتأكد animation starts from okay. لاحظوا لو ضغطناها مرة أخرى راح يبدأ من 120
إلى أربع إلى 400. طبعا إذا قمنا بالتحريك هنا المفروض يتغير، تغير معاي الآن من الصفر إلى 400 بهذا الشكل. طبعا أنا التسجيل اللي راح أقوم به من 30 إلى 140. طيب الآن عملية الريندر، في عندي طريقتين. الطريقة الأولى اللي هي البريفيو أو المشاهدة، خلونا نشاهد، نعمل F9. طبعا نعمل F9، أنا ما أستطيع لأني أقوم بعملية تسجيل. نضغط هذه الريندر برودكشن، نضغط عليها، هذا هو الريندر اللي تم. لو أنت غيرت الموقع أيضا طبعا لهذه الصفحة بالضبط اللي هي المسقط الرئيسي، ممكن تلاحظ هذا الريندر النهائي. خلونا نستفيد قبل لا نعمل أي ريندر أيضا من الري من الفي ري اللي هي عملية الريندر المتطورة. نتجه إلى F10 أو بإمكاننا نضغط ريندرينج ريندر سيت أب. في الريندر سيت أب طيب راح ننزل في الأسفل، أسفل إلى أساين ريندر، نضغط أساين ريندر. في عندي هنا ديفولت برودكشن ديفولت، نضغط على هذا المربع ونختار اللي نحن نصبناه ري فاير ادفانس 2.30.01، دبل كليك عليه، الآن أصبح بهذا الشكل. أيضا في الريندر لو نأتي للأعلى إلى الكومن، ممكن تلاحظ أنت تعمل ريندر سينجل فريم فقط، لا نحن نريد من 30 حسب ما تكلمنا إلى 140 حسب ما نشاهد هنا في الأسفل، من 30 وقت التكسير إلى 140. إذا نحن نضغط الرينج ونختار الفترة الزمنية. بعد ذلك في عندي أيضا الأوتبوت سايز، بإمكانك تضغط عليه وتختار HD فيديو. طبعا هذا راح يطول عملية الريندر إذا كان جهازك مستعد، وإذا كان ما محتاج الكمبيوتر لأربع خمس ساعات بإمكانك تحطه لهذا الحجم. بعد ما تحطه لهذا الحجم بإمكانك تصغره إلى 1280x720، راح يكون نصف HD. على العموم بعد ذلك ما نحن اخترنا كل هذه العمليات، بس مؤقتا راح نحطها بهذا الحجم، راح نختار وين نحن راح نحفظ الملف. تشوف هنا الريندر اوتبوت، هذه هي الريندر اوتبوت مكتوب عليها فايل، اضغط فايل راح يوجهك اوتوماتيكيا الى ملف اليوزر ادمن دوكيومنتس 3 دي اس ماكس. اذا داخل 3 دي اس ماكس المختص بالدوكيومنت في هني ملف اسمه ريندر اوتبوت. طبعا هذا الريندرز الخاص بي، يفضل انك تعمل رايت كليك وتعمل نيو فولدر وتكتب مثلا وول، تعطيه رقم وتعمل دبل كليك عليه، وايضا تعطيه اسم مرة ثانية وول. بس تأكد انك من تعمل وول هنا تبلغ الفي راي وين المفروض يكون نوع الملف، افضل شيء اوبن اي اكس ار ايمج، لانه راح يحولها الى مجموعة من الصور، راح نستفيد من هذا المجموعة من الصور لكثير من الحالات. الحالة الأولى أن تعمل معانا في الافتر افكت، والحالة الثانية راح تعمل معانا في برامج أخرى مختصة بالتراكينج راح نتعلمها في المرة في المرات القادمة. نعمل open exr file، نعمل save، اغلق هذا الملف، خلي كإعدادات الرئيسية ثم نغلق هذا. بهذا الشكل نحن عطينا الملف وين يتسجل وين ينحفظ بالضبط، وانتهينا من هذا الموضوع. نغلق هذه، راح نستفيد الحاجة الأخرى من الفي راي، مش الري فاير اللي هو التكسير، من الفي راي العمليات الرندر. حاجة ثانية، لو تضغط حرف الام راح يأتيك الماتيريال، أو بإمكاني أنا أضغط هذا المكان الماتيريال إديتور ام، في راح يعطيني مجموعة كبيرة من الدوائر، هذه اختار واحدة منهم، اتجه بالصندوق الى البداية، احاول اختار فقط الصندوق من هنا بدون الارضية، احول هذا عفوا
قبل لا نحول بهذا الشكل، اخترنا نحن القطع المتكسرة، نضغط على هذه الباك جراوند على اساس نشوف الباك جراوند، لان احنا عملنا زجاج فحبينا انه يكون الزجاج واضح. نضغط على ستاندرد من اجل انه يفتح لنا فلوتر اخر مختص بالماتيريال وانواعها. طبعا نحن اضفنا الفي ري ريندر ل 2.30، في هني في الفي ري نفسه قائمة الفي ري راح نختار حاجة اسمها في ري ماتيريال، ممكن دبل كليك عليها اصبح الان في ري ماتيريال. ممكن تشاهد الفي ري عندي الديفيوز، طبعا الديفيوز انا بامكاني اختار اللون معين، مثلا اللون هذا البحري، اضغط اوكي اصبح الان القطع راح تكون بهذا اللون. ممكن انا اسحبها الى هذا المكان واختار assign to selected فقط، اوكي اصبح هذا اللون معي. لو اتينا الى الريفلكشن اللي هي عملية الانعكاس، نضغط عليه نخفف نعطيه انعكاس بسيط، اضغط اوكي اصبح فيه انعكاس بسيط. وايضا هنا هذا المكان نعطيه نفس الشيء، اضغط اوكي. الان اصبح معي العملية بهذا الشكل. ولو ضغطنا على هذه الباك جراوند ممكن تلاحظ الانعكاسات البسيطة، ممكن تزيد في الانعكاس وتشاهد التغيير اللي موجود اللي راح يصير، اضغط اوكي. الان نعمل اغلاق لهذا الويندو ونعمل ايضا وان كليك في الخارج. ممكن تلاحظ الان لو عملنا زوم انه هو شوي شفاف، اصبح الان زجاجي. لو ضغطنا على الريندر برودكشن طبعا راح يعطيني هذا الملف او هذا التحذير، اضغط نو اتجه مرة ثانية لقائمة الريندر واختار سينجل مؤقتا واغلق، ثم عاود مرة اخرى للعمل هذه اساس يوضح لك. راح يكون العمل بهذا الشكل، قطع الزجاج راح تتكسر. نعطيها حياة اكثر، يلا خلينا نعطيها حياة اكثر. نتجه للعلوي نصغر، نضغط على السكرول نعمل لك كليك على اساس يظهرنا اليد وننتقل، وايضا الانتقال ممكن يكون بهذا اليد اللي موجودة عندنا هنا في الاسفل، نضغطها وننتقل. الان نذهب الى الري فاير نفسه ونختار لايت، بس نوع اللايت راح يكون ري فاير، ري فاير، ونختار في ري لايت. طبعا تأكد ان الاوتو كي ما شغال على اساس انك ترسم اللايت بهذا المكان وفي الموقع الاخر اللي هو هذا، عفوا راح نعمل له تحريك للاعلى، هذا للجانب وايضا الاخضر هذا للاعلى الاضاءة. ممكن لاحظت الاضاءة عندي هنا ظهرت بهذا الشكل، الاضاءة عالية. ممكن نعمل برودكشن على اساس نشوف الاضاءة عالية جدا. اذا ممكن نرفع شوي اعلى هذا اللايت، نعمل له وان كليك ونرفع لأعلى أكثر أساس يظهر معي الألوان ويعطيني شوية شادو اللي هو الظل. الآن ممكن نعمل برودكشن، ممتاز، نعمل كليك على المكان هذا ونعمل برودكشن عشان نشوف هذه بالضبط كيف ظهرت. هذه تقريبا الشكل النهائي اللي راح يظهر لك، راح يظهر لك احلى من كذا ان شاء الله. بس خلونا نعمل ريندر النهائي عن طريق الريندر سيت اب، وانا راح اخليها من 30 الى 140، وايضا راح اعطيها اتش دي او نصف اتش دي اللي هي هذه الحجم، واعمل الان ريندر بالضغط على هذه الايقونة وراح اترككم حوالي ساعتين او ثلاث لحد ما يظهر لي الشكل النهائي. طيب اخوان، بعد انتظار دام 3 ساعات لعملية الريندر
بإمكاني أنا أعمل حاجة بسيطة، بس على ما يبدو أنه يظهر معي كرة وأرضية وأيضا قطع متكسرة. في كثير منكم ما يحب هذه الأرضية أو ما يحب الكرة تظهر بكل سهولة، فقط تذهب إلى الكرة رايت كليك مثل ما تعلمنا واضغط هايد سيلكشن، يتم إخفائها. وأيضا الأرضية بإمكاني أختارها واضغط رايت كليك هايد again selection. الآن إذا عملنا preview للعمل النهائي، وإذا حبيت أعمل render أشاهد بدون كرة، بإمكاني أذهب إلى render setup أحط single فقط، بعد ذلك أطلب منه أن يعمل لي render one frame. مثل ما تلاحظوا ما فيه كرة وأيضا لا توجد أرضية، فقط قطع متكسرة. طيب، فأنا أنصح الجميع أثناء العمل أن يغيروا ال HD render setup. again يغيروا ال HD أثناء العمل، خلي 480 يفضل، على أساس أنك أول ما تعمل render، عفوا أول ما تعمل فقط render ل one frame single وبعد ذلك تعمل render يس، راح يكون فقط سريع، البريفيو يكون سريع. ايضا مثل ما تكلمت، اذا شفت في سرعة بامكانك تغير الفريمز اللي موجود في الاسفل على اساس انه يكون بطيء بالذهاب الى تايم كونفيجريشن هنا في الاسفل مثل ما تعلمنا. بعد ما تضغط عليها راح تغير عدد الفريمات على اساس انه يكون معاك سلو موشن، سلو موشن بيبي. طيب، نتوجه الآن للأفتر إيفكت ونعمل إمبورت للملف، عاد يكون موجود في اللايبريز دوكيمنت 3ds Max Render Output. في عندي وول 3 مثل ما أنا حفظته، ممكن تلاحظوا هذه، أضغط على أول وحدة، اضغط أوكي، راح نجلب الملف هنا، هذا هو الملف تقريبا. طبعا انا حصل معي خطأ لاني حفظت اكثر من ملف في نفس المكان، لذلك تلاحظ هذه الصورة. انا ذهبت للفريم الصحيح واعمل تريم على اساس ان اجلب الملف النهائي من البداية. بامكاننا نعمل بريفيو، بامكاننا نعمل بريفيو كامل للعمل بهذا الشكل. طبعا بامكانك تخليه اكثر بطيء، وأيضا بإمكانك تعمل حركة بالكاميرا راح نتعلمها إن شاء الله في الدروس القادمة. وتذكر أن الملف اللي أنت تجلبه هو عبارة عن EXR، لذلك هو عبارة عن أكثر من صورة، حوالي هنا ممكن نشوف عبارة عن 140 صورة يتم تفجيرها. وأيضا في حالة إذا جلبت صورة ووضعتها خلف هذه الـ EXR راح تكون الصورة واضحة. خلونا نجرب، هذه هي الصورة، نضعها في أسفل، في الأسفل، بعد ذلك نعمل ستريتش ونأخذ العمل ننزله حسب الأرضية المتاحة. طبعا لو كنا عملنا ريندر without راح تكون في تناسق أكثر بهذا الشكل. أترككم الآن إلى درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.